عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. لما نقدم لكم سيجار معمر باللوز. نمشيو دابا المقادير وطريقه التحضير. نحتاج الورقه ونحتاج اللوز. بالنسبه للوز انا هنا طحنته مع السنيده وقبيصه ديال الملح ومسكه حره. بطبيعه الحال غنحتاج الزيت باش غنخلي فيه السيجار ديالنا والعسل. نمشيو دابا الورقه. انا هنا الورقه قسمتها على جوج كيف ما كتشاهدوا معايا. بالنسبة لهذه الورقة أضيفها أنا في الزنجبيل، من بعد غنحط لكم الفيديو ديالها إن شاء الله. نجيب العقدة بحال هكا كيف ما كتشاهدو معايا كيفاش درت ليها. نبسطها شوية بطبيعة الحال غنحمي الجوانب. هنا انا ما كملتهم، غنسخن الزيت مزيان حتى تسخن مزيان ومن بعد نقليهم. انا هنا من بعد ما كليتهم خليتهم حتى يبردوا، عاد غنغطسهم في الزيت عفوا في العسل بطبيعة الحال ونديرهم يتسقطوا. شاهدوا معايا سيداتي السيجار ديالنا هو هذاك الفجة. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.